السلام عليكم، يعطيكم العافية. معكم أخوكم عبد العزيز علي المفرج، هاوي لعزف آلة العود ومحب للموسيقى، بالذات الفنون الكويتية. مثل ما لاحظتوا بعد مقام الصبا رد مرة ثانية على البيات، حسيتوا في فرق يعني بحنية الأغنية، ردت فيها حب فيها غرام، فهذا المقام الثاني. المقام الثالث استخدم فيه مقام النهاوند، هم أيضا ارتكاز على درجة الري، وقال فيه كذي: مرة ثانية على لي خليل حسين: جيت أنا أبغي وصالة جود قلبي. بالنهاية استخدم مقام الرست في ختام الأغنية وآخر كوبليه فيها، اللي هو يقول كذي: حسين.
طبعا مثل ما شفتوا اغنيه جدا جميله، انا يعني حاولت اني اختصرها. الاغنيه جميله جدا، فيها تنويه في المقامات، فيها استخدام سليم وصحيح للمقام الموسيقي لابراز الجمله الشعريه. طبعا يعني اتمنى انكم تستمتعون بالحلقه هذه وياي، سمعوا الاغنيه ان شاء الله تكون عجبتكم وسلامتكم.